بلد في 2014 نقول هذا الكلام. خلوني أدعو المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي لشركة بنيا جروب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتشرف بوجودي مع حضراتكم في الحدث المهم ده، وعايز بس ابدا كلمتي الاول بتحيه لحضور سعاده السفيره مريم الكعبي سفيره دوله الامارات الشقيقه جمهوريه مصر العربيه، شرفانا سعادتك، وتحيه لكل السيدات والساده الحضور، الزملاء والاصدقاء الاعزاء، قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سعيد بوجودي مع حضراتكم النهارده، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، لان احنا بنعتبر كايرو اي سي تي ده العيد بتاع القطاع، العيد السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كايرو اي سي تي خلال 27 سنه صامت بنجاح كبير. تحيه شكر وتقدير للاخ والصديق العزيز الاستاذ اسامه كمال خلال السنوات دي، مع كل التحديات زي ما سمعنا في كلمة حضرتكم، قدر ينجح ويستمر بهذه المسيرة بنجاح، ودايما كان الحدث المهم بالنسبة لنا، وما زال إن شاء الله يستمر لسنوات عديدة، هو الحدث الأهم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات في مصر، ومن أهم الأحداث في المنطقة. دايما بنحرص ندي ابديت لحضراتكم من السنه للسنه، عشان هو في هذا الحدث المهم، وانا مش هطول على حضراتكم عشان الوقت. ففي ثلاث حاجات مهمه هقولها لحضراتكم حصلت لنا من السنه اللي فاتت للسنه دي. من اهمهم مصنع كابلات الالياف الضوئيه، شرفنا بزياره في التشغيل التجريبي دوله رئيس الوزراء، بنتشرف بالشراكه مع الهيئه العربيه للتصنيع، وجود المصنع في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وهيكون أول مقابلات الألياف الضوئية. إن شاء الله هيكون التشغيل الرسمي للمصنع خلال الشهر القادم، بانتظار تحديد الافتتاح الرئاسي مع سيادة الرئيس إن شاء الله. الحاجة الثانية المهمة وكنا شغالين عليها فترة، بقول لكم ستي تيون، إن شاء الله هنأنونس قريب حاجة واخدينها على عاتقنا، باعتبار إنه لو قلنا عنوان العصر زي ما باشمهندس محمد امين ذكر هو التحول الرقمي، فالاساس للتحول الرقمي عشان يتم هو البنيه التحتيه التكنولوجيه. وفي عناصر رئيسيه للبنيه التحتيه التكنولوجيه، منها كابلات الالياف الضوئيه، ومنها ايضا الابراج التشاركيه، وان شاء الله هيكون في اناونسمنت كبيره ومهمه تخدم قطاع الاتصالات في مصر خلال الاسابيع القادمه باذن الله. بس ما حبيتش افوت فرصه اي سي تي غير لما اقول الخبر المهم ده. طبعا بنحوش دايما لما عندنا حدث مهم وانجاز فخورين وسعداء بيه، بنحوشه عشان نعلنه في اهم حدث وهو كايرو اي سي تي. دايما خلال السنين اللي فاتت نشكر سيادتكم، دايما بيدينا الفرصه انه اي سي تي بيبقى من خلاله بنعلن الانجازات اللي احنا بننجح فيها من السنه للسنه. بنتشرف النهارده باعلان شراكه مهمه جدا اشتغلنا عليها بقالنا فتره طويله مع كيان عظيم في البنية التحتية التكنولوجية ومراكز البيانات العملاقة، شركة خزنة الإماراتية. بيشرفني وجود أخي وصديقي العزيز أستاذ حسن نقبي الرئيس التنفيذي لخزنة. خزنة لها باع طويل في الاستثمار في مراكز البيانات الكبرى في المنطقة، تقريبا حوالي 90% من مراكز البيانات في دولة الإمارات تملكها خزنة، وتوسع كبير في الإمارات وفي المنطقة. إن شاء الله بشراكتهم معانا اللي بنتشرف بيها هيكون أول استثمار لهم كهايبر سكيل ديتا سنتر في أفريقيا بداية من مصر. نفخر إنه أول استثمار لهم في أفريقيا يكون في مصر، ونفخر إن إحنا شركاء معاهم بهذا الاستثمار، ويكون في وجود وجد لشركات التكنولوجيا العملاقة تكون موجودة في مصر من خلال هذا المركز الكبير. هيبدأ ب 25 ميجا وات، رقم كبير، أول مرة يبقى في مصر مركز بيانات بهذا الحجم، وحجم استثمار 250 مليون دولار.
بنشكر الدعم اللي لقيناه من الدوله ومساعده من جهاتها المختلفه، خاصه لعمل الاستثمار، وبشكر الاستاذ حسام هيبه وجوده معانا ودعمه الكبير من بدايه الموضوع كفكره الى وصول النهارده لتممنا الحمد لله اتفاقيه الشراكه وعقد الارض. خلاص ان شاء الله هيكون في المنطقه التكنولوجيه في المعادي. مش عايز اطول على حضراتكم، بشكركم جدا جدا، تستمتعوا بحدث هام ومميز وناجح في الدورة 27 لكارو بي سي. شكرا جزيلا. نقطتين برضو بسرعة، يعني احنا بنتكلم على بناء بلد، وبناء بلد عملية بتاخد وقت طويل لانها ما هيش بس بنية تحتية وبنية فوقية، هي بشر. عايز ادعو حضراتكم انكم تزوروا في قاعة مين جناح وزارة التربية والتعليم، لان فيه جهد كبير قوي مبذول، فيه شغل كتير قوي للناس اللي بتسأل ايه اللي بيحصل في بناء البشر، بالاضافة الى بناء الحجر. وبوجه التحية لصديقي الدكتور احمد طاهر اللي موجود معانا النهاردة على هذا الكهف، بشكرك ولو سمحتوا حقيقي. من المجالات اللي طبعا اصبحت مجالات في منتهى الاهميه وليها وضع ممتاز واهتمام كبير عالميا واقليميا ومحليا، هو موضوع السايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي احنا كمنظمين عندنا قطاع كبير جوه كايرو اي سي تي مخصص للسايبر سيكيورتي، بالاضافه لمؤتمرنا السنوي اللي اقيم مرتين وهو كايزك، اللي هو الناس كتير بتفتكر ان كايزك هو كايرو سكيورتي، لكن هو سايبر اند انفورميشن سكيورتي اكسبيشن اند كونفرنس، بيقام في شهر 6 وبيزداد نجاحه عام بعد عام، وبيزداد المشاركات في كايرو اي سي تي من قطاع السايبر سكيورتي وكذلك الندوات والمؤتمرات، خاصة اللي هتعقد في القاعة اللي بجانبنا اللي هي اسمها بيربل روم، هنا اسمها جرين روم ريفرنس بافرس، هناك البيربل روم ريفرنس للسايبر سكيورتي، وجنبنا البلو روم ريفرنس لكايرو اي سي تي. بمناسبة السايبر سكيورتي بدعو اور سكيورتي سبونسر اند اول سبونسر وانس خالد فوزي كونتري مانجر كوردينيت احنا فخورين جدا ان احنا نبقى موجودين في الحدث السنوي الاهم في الصناعه بتاعتنا في مصر وافريقيا. وزي ما قال استاذ اسامه، الحقيقه الامن السيبراني بقى موضوع ذو اهميه قصوى الحقيقه في السنين الاخيره، خصوصا نتيجه التسارع الكبير في التحول الرقمي اللي احنا شايفينه، وبقى ملف مهم جدا جدا على مائده مجالس ادارات المؤسسات باختلاف احجامها سواء الكبيره او المتوسطه او الصغيره. وبقى في قلق كبير وتخوف من الاختراق الامني، تدمير الموارد، سرقه الرسوم الرقميه والبيانات، وخساره الثقه. ودي اهم نقطه كلنا عارفينها، ان انت تفقد الثقه مع العملاء بتوعك مشكله كبيره، بتاخد وقت كبير وفلوس كتيره قوي عشان تتحل. فورتينت كشركه رائده في مجال الامن السيبراني، مهمتها الرئيسيه حمايه الاشخاص والبيانات والاجهزه في كل مكان، بنعتمد على كايرو اي سي تي كاحد القنوات الرئيسيه لتحديث السوق المصري باهم التوجهات والتحديات في مجال الامن السيبراني، واهم الادوات والوسائل اللي يقدر يعتمد عليها العملاء لمواجهه هذه التحديات. الحقيقه احنا في خلال المعرض هنناقش ثلاث مواضيع رئيسيه: موضوع الحلول للتقارب بين الامن السيبراني والشبكات، حلول مراكز عمليات الامن السيبراني اللي بتعتمد على الذكاء الصناعي، وحلول تامين انترنت الاشياء. الحقيقه الحلول الثلاثه دول تحت مظلة فورتينت سيكيورتي فابريك، ودي المنصة اللي احنا بنقدمها للسوق، بتمتاز بتغطية واسعة، بتمتاز بالاعتماد على الذكاء الصناعي والتكامل بين الحلول المختلفة، وبتساعد العملاء بتوعنا في تسارع رحلة التحول الرقمي وفي سد الثغرات الأمنية. وعشان كده في أكثر من 680 ألف مؤسسة وجهة حكومية حول العالم بتعتمد عليها. احنا هنكون موجودين بكل الخبراء بتوعنا لمناقشه المواضيع دي وغيرها اثناء المعرض، هنبقى موجودين في قاعه 2، وطبعا حضراتكم تشرفونا، وكل سنه وانتم طيبين، وبتمنى كايرو اي سي تي نجاح باهر في دورته 27. شكرا. مش عارف انت ليه عايزه يشرفوك مع انهم معظمهم منافسين.
طيب لسه راجع فريش من الجزائر وعامل انجازات وبيفرجني على الانجازات اللي هو عملها في الجزائر. نتمنى ان انا اشوف انجازات اكبر في مصر. برحب بمستر كولين هو بريزيدنت انتربرايز اند كلاود بزنس هواوي نورث افريكا. Good morning, everyone. My name is Colin, and this is my first time attending Cairo ICT. And I really appreciate, you know, the encouragement, you know, from Osama, all, you know, we to each other during the last 4 years. Because these 4 years, you know, it's really challenging. First, COVID, and now it's, you know, the geopolitical crisis and also economy, you know, this situation. So in this situation. And really, you know, for Huawei, we have, you know, maintained our growth, and not just, you know, increasing double digit in this market. We really work with our customers and building, you know, the national foundations for Egypt. So this is, you know, really, you know, our privilege and really appreciate to our customers and the partners who have supported us. In a way, you know, for people, you know, who knows me, that 3 years ago I came to Egypt, and I have a vision that to make the national cloud, the public cloud in Egypt, and this, you know, has taken, you know, some time, but never too late, and you know, we are coming, and so I'll be very happy, you know, to share with you that my beginning, at the very early beginning of next year, and we will be starting launching our public cloud, which will be the first hyperscale cloud in Egypt, and with our customers and partners together. When we talk about artificial intelligence, and ChatGPT, it is represents the large model, you know, the generative artificial intelligence. However, it's not available, you know, officially in Egypt. I think there are two reasons. One, you know, from the government of Egypt, it is a privacy issue. And also, when you ask any question in ChatGPT, since it's trained and it's educated in the Western context, so it may give you the answer which is not, you know, accurate to our historical and cultural, you know, background. And it may give you the wrong answer. So this is, you know, a very sensitive topic. So, you know, we are also, you know, working with our partners to build the national large model for natural language processing, which is Egypt's NLP, Egypt's ChatGPT. So with all this, you know, to be announced very soon, beginning of the year, of next year, and I wish, you know, we could, you know, move to the era of cloud and AI, you know, officially. And I wish you all the success, and thank you again. طبعا تحقيقا للافكار اللي كنا بنقولها زي ما كنا بنتكلم من شويه على موضوع السمارت سيتيز، احنا سعداء وفخورين ان شركه ميدار انتوا عرفتوها قبل كده باسم مستقبل سيتي، هي بتعمل جزء من الريبراندنج بتاعها موجود في كايرو اي سي تي وموجود هنا في الفي ار بي لاونج، وبرضه هنلاقي ان موجود معانا طربول هي مدينه صناعيه كبيره جدا بتتعمل على ارض مصر، فاحنا عندنا الكثير من الامور اللي بتحدث بتربط الموضوعات ببعضها البعض مع وجود الشركات العالميه اللي موجوده زي اس اي بي ومايكروسوفت وهواوي ودل وغيرهم وفي ام وير، يعني مش عايز انسى حد من الشركات العالميه الكبيره، وايضا الشركات المصريه الصاعده الواحده اللي بتحقق حاجه كبيره جدا في مصر، سواء كانوا سيستم انتجريترز او كانوا ديفلوبرز بيقدموا حاجه للسوق المصري والسوق الاقليمي، ان شاء الله او بالفعل بيحصل في الاسواق العالميه. من النجوم الصاعده في هذا المجال شركه بتشاركنا للعام الثاني على التوالي كعارض وسبونسر وبيشاركونا ايضا في كايزن، هي شركه اي سي تي مصر وشركه اي او تي مصر، وبرحب بالمهندس محمد المفتي الرئيس التنفيذي للشركه.
سيدات والسادة، الحضور الكرام، قيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، يسعدنا ويشرفنا بشركة ICT مصر و ICT مصر إن إحنا نلتقي بحضراتكم النهاردة في واحد من أهم وأكبر مؤتمرات التكنولوجيا في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، كايرو ICT. نعتز برعايته السنة دي في غرفة 27 كراعي للبنية التحتية Infrastructure Sponsor. بنفتخر بوجودنا مع حضراتكم النهاردة للسنة الثانية على التوالي وبالدور اللي بنقدمه مع بعض تأكيداً للنجاح اللي حققناه والتعاون اللي نجحنا فيه السنين اللي فاتت مع بعض على كافة المستويات. كلنا إيمان وتصميم إن شاء الله إن إحنا في طريقنا للمزيد من التطور والنمو.